بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثالث وهو الثاني للأبكار الفطامين الصعوبة. الجيل الواحد لم يسبق لها الاشتراك إلا هذا الصباح. سلوم ونفتتح الإذاعة بالشاهينية سعيد بن ناصر بن حماديها الدرعي سلام أبو مهرها هناك متواجد في الصدارة. تحياتي لأبو عامر هناك متواجد سيد بن ناصر أخوانها مركز الثانية. عندنا راعية شاهينية هزاع بن حمد بن روسة المركز الثالث. شاهينية عبد الله بن سلطان بن حميد الدرعي هناك. يا سلام يا بصريدية المركز الرابع. نروح نشوف وطن محمد بن سالم بن راشد الدرعي. نعود إلى أبو مهرها هنا متواجد بالصدارة. سلام يا راعي الشاهينية هي التي تمتلك الكادر الأمامي بهذا الحضور وهذا المؤازرة من الجمهور. هل بتنحت الإبداع اليوم على السطور يا راعي الشاهينية؟ مركز الثانية عندنا شاهينية لعبد الله بن سلطان بالصريدية الدرعية. خذ لفة على المركز الثالث والرابع وبقية المنافسين. ولكن الصدارة الصدارة والناموس وين وين؟ حرك بالصريدي حرك. سلام على الصراع الثنائي ثنائية ثنائية مع بالصريدي مع بن حماديها. الله 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 وين الناموس؟ الشاهينية عبد الله بن سلطان بالصريدي الدرعي هي التي غلبت المسار. سلام والناموس لعبد الله بن سلطان بالصريدي الدرعي. المركز الثاني شاهينية سعيد بن ناصر وحماديها الدرعية. المركز الثالث وينك يا ثالث المراكز اللي وصل فيها؟ انا ما اعتقد انه رعي سبع متعب عبيد محمد الويد. التوقيت المهم دقيقه 43. يا سلام التوقيت يتحطم التوقيت الافضل يتحطم تحت اقدام الشاهينيه عبد الله بن سلطان بالصريدي الدرعي. دقيقه 43 ثانيه 36 جزء من الثانيه. الناموس يا بالصريدي على السبق وعلى التوقيت.